السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إيمان ارتيزان. اليوم غادي نشارك معكم هذه البسطيلة اللي ورثت لكم في الفيديو السابق ديال العرادة، وقلت لكم انني غادي نشارك معكم فيديو مستقل ان شاء الله. غادي نشارك معكم الطريقه ديالتي في عمل البسطيلة بالطريقه التقليديه اللي على اصولها كتجي رائعه جدا جدا في المذاق ديالها، وكذلك في الشكل ديالها اللي شاركت معكم اللي زوقتها بهاد الزينه التقليديه البلديه. دابا نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. عندي هنايا 4 صدور ديال الدجاج كبار، وعندي 6 الفخوده ديال الدجاج. غادي نضيف هنا عندي تقريبا شي 2 بصلات كبارات مقطعين، غادي نضيف 2 رؤوس ديال الثومه، غادي نضيف شويه ديال الربيع، زيت الزيتون، توابل، ملح بطبيعة الحال، إبزار، كنجبير. بالنسبة للكمية ديال التوابل كل واحد على حسب النكهة ديالو وشحال كيبغي ديال العطرية. خرقوم عرق، وغادا ندير عواد ديال القرفة. نحاول نقلب هاد السدورة وهاد الفخيدات مع العطرية تدخلهم مزيان. غادي ندير ضامة ديال السمن، إلا عندك السمن أحسن. وضامة ديال الزعفران، طبيعة الحال إلا مكاينينش ماشي ضروري، اختياريين، تعوضوهم بالسمن إلا كان، والزعفران. غادي نضيف شوية زعفران، غادي نضيف نصف كاس ديال الماء، تقدري تزيدي اكثر من بعد الى احتاجيتي. غادي نخليه حتى يبدا يغلى، وغادي نقصوا عليه البوطه ونسدوا عليه ونخليه يطيب على اخر. نسيت ما ضفتش كاكولا وبسيبيسا، غادي نضيف هاد شوية. من بعد ما غلى المرق ديال الدجاج غادي نقصو عليه، نعاود نحرك واحد التحريكة غير باش نتأكد انه ما غاديش يتلصق. نقص عليه البوطة ونسد عليه ونخليه يطيب على خاطر خاطرو، ولكن مرة مرة نبقاو نراقبوه باش نشوفو المستوى ديال الماء. كما كتلاحظو الدجاج طلق الماء، يعني محتاجيش نزيدو الماء بزاف، غير هي وكان ضروري نبقاو مرة مرة نطلو عليه باش ما يتحركش لينا. كما كتلاحظو الدجاج طلق الماء ديالو بزاف واخا ما ضفتش الماء. غادي نبقى نحاول دابا، راه باقي ما طايبش، بحال كنفتح فيه هاد الفتحات بحال هكا باش المرق يدخل لداخل والبنة تدخل لداخل، رغم انني باقي غادي نفرتو، لكن ضروري كنبغي ندير هاد العملية باش يجي بنين، الدجاج يجي بنين خصوصا بالنسبة للصدورة. صافي، من بعد ما طاب الدجاج غادي نحيدو. من بعد ما حيد الدجاج غادي نخلي هذا المرق حتى غادي يوقع. من بعد ما وقح المرق غدا نضيف البيض، درت 9 البيضات كيف ما لاحظتو،
صافي غنخليه حتى غادي يطيب هاد البيض. نطيب الحال البيض على حسب الكميه، ماشي بالضروره ديال بزاف البيضات كما درت انا، انا عندي كميه شويه كثيره لعدد بزاف البيضات. تقدري لو ما بغيتيش ديري البيض مقلي تخلي لاصوص تنشفيه مزيان وديري البيض مسلوق. من بعد ما تجمع البيض غادي نضيف شويه العسل. انا ما كنديرش سكر البسطيله ديال الدجاج، كندير غير العسل. صافي غادي نبقى نشف فيها قدر الامكان، لان بسطيله الدجاج ما كتبغيش هاد الحشوه تكون يعني فازقه باش ما تخسرش الورقه، باش كتجي زوينه كتجي ناشفه زوينه. بالنسبه للدجاج غادي نحلو، كانوا تخليو حتى يبرد عاد تحلو. بالنسبه لي انا ما عنديش الوقت فنحلو دابا. صافي ها هو الدجاج من بعد ما حليته، كنحاول انني ما نحلوش بزاف وفي نفس الوقت ما كنخليش صعيد بزاف كما كتلاحظوا، كنخليه بهذا الجهد. من بعد من غنكون كنعمر الا بانت لي شي حاجه خاصها مازال تحل نعاود نحل اكثر. درت هذاك الخليط اللي صايبت بالبيض في الشبكه هكا وغنخليه يتكبطل. من الاحسن تصفيه قدر الامكان، تخليوه هكا يتصفى قدر الامكان ساعه حتى ساعتين. الا ما عندكمش الوقت ديروه في زيف حياتي وعصروه مزيان، ضروري تخلصوا من هذا السائل هذا اللي كيبان، هادشي كيبان لكم في الفيديو ملي كان يخرج بحالي انا كنضغط هو كيخرج. دابا كنوريت في اللوز اللي غادي نطيبيه البسطيله، غادي نديرو غير في الفران يتحمر، ومن بعد ما يتحمر نخليه حتى غادي يبرد وغادي نطحنو. غادي نطحنو غير مع الكرفه، ما غاداش نضيف ليه السكر بصفه نهائيه حتى غادي نطحنو، وغادي نخلطو بالعسل. ما كنديرش السكر بصفه نهائيه في البسطيله، كندير غير العسل وكيعطيها واحد المذاق رائع جدا وفي نفس الوقت كتكون صحيه. بالنسبه للوراق اللي غنخدم بهم، غنخدم بهاد ملصوقه اللي غنخدم بها على الخارج يعني نمطي بها البسطيله، وغنخدم كذلك بهاد الورقه اللي تاهي زوينه تقدروا تخدموا بها غير هي في البسطيله كلها، ولكن ما كانش عندي بعدد كافي. هذه احسن، هاد الغزيه احسن، غير ما كانش عندي بعدد كافي فغادي نقسمها على جوج باش نديرها في الطبقات الوسطانيه، وهذيك الزرقاء هي اللي غادي نمطي بها الطبقات الخارجيه. بالنسبه للخليط ديال البيض اولا الحشو ديال البيض، من بعد ما يتصفى مزيان هذاك السائل اللي غيخرج منه تقدروا تعاودوا تخدموا به، ديروه يوقع في كسروله وديروا معاه قدر كافي ديال العسل اللي غادي تخدموا به، وتزيدوا تنشفوه مزيان مزيان وتخدموا به عاوتاني، يعني ما يبقاش فيه غير السائل ديال الماء اللي غادي يخسر لنا البسطيله. كيعطي واحد الطعم رائع جدا جدا. انا هذه العمليه ما درتهاش لان الوقت ما كانش كافيني، فخدمت بالعسل مباشره كما غادي تلاحظوا. درت جبانيه بهذا الشكل اللي غادي نمونطي فيها. الحجم ديال الجبانيه هو اللي غيتحكم لينا في الحجم ديال البسطيله. غنحط ورقه من الورقات فوق الجبانيه وغادهن بهذه الزبده اللي صفيتها مزيان من الماء اللي كيكون فيها. غادي ندهن الورقه مزيان مزيان
ومن بعد غدا نحاول انني نغشيها في الجبانيه بحيث غتاخذ الحجم ديال الجبانيه كما غادي نلاحظوا. من بعد غدا ناخذ هذوك المربعات اللي قطعت من الورقه الاخرى وغادي نحطهم بشكل متعاكس في القلب ديال الجبانيه. كلما كنحط ورقه كنعاود ندهنها بالزبده كما غتلاحظ. اول حاجه غادي نبدا بها هي اللوز. كنديرو هو الاولاني باش من عنقرب البسطيله غادي يجيني هو الفوقاني. كنوزعو ومن بعد كنحاول انني نضغط عليه باش يجي موزع على جميع الجوانب وبحيث انه ياخذ الشكل ديال الجبانيه. ومن بعد غدا نغطيه بواحد من المربعات اللي قطعت في الاول. من بعد غدا ندير الحشو تاع البيض تا هو غدا نوزعو بنفس الشكل على الجبانيه وغدا ندير من فوقو واحد القدر ديال العسل وغدا ندير من فوقو الورقه عاوتاني اللي غدا ندهنها بالزبده. ومن بعد غادي ندير الدجاج حتى هو غادي نوزعه بشكل متساوي وغادي ندير فوق منه العسل وعاد غدا نلوي فوق منه الورقه كما غادي تلاحظوا. نحاول نثبت هاد التنيات بالخليط ديال الدقيق والماء. غادا نديرهم في الطاوة وعن دهنهم بالزبدة وندخلهم الفرن حتى يتحمروا من الجهتين.
ودابا غادي ندوزو للتزيين اللي جا رائع جدا جدا ومميز. كما كتلاحظوا غادي نرش نصف ديال البسطيلات بالقرفه والنصف الاخر غادي نرشو بسكر كلاصي. وخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادا نكمل التزيين. غادي نستخدم هذا القطع ديال الخشب ديال الزواقه المغربيه اللي كيتستخدموا في الزينه ديال الصالونات المغربيه وكذلك في الديكور ديال المنزل وكيتستخدموا كذلك في المطبخ كيعطيو شكل زوين بزاف بزاف. صافي كيف غتلاحظوا هذوك اللي مرشوشين بالقرفه ملي كدير فوق منهم هاد القطعه ديال الزواقه كنرش فوق منهم بالسكر كلاصي. وبالنسبه لهذوك اللي يكونوا مرشوشين بالسكر الكراسي عندي العكس عن ملي عندي فوق منهم هاد الزواقه غادي نرشهم بالقرفه فكيعطي هذاك الشكل زوين ما بين القرفه والسكر الكراسي وداك الاختلاف ما بيناتهم ملي كتحطيهم في الطبسيل كيعطي منظر زوين. المهم تشوفوا ملي غادي نحطو في الطبسيل كيفاش غادي يعطيو المنظر. وبالنسبه للتقديم غادي نستخدم هاد الطباسيل اللي كيكونوا عندهم هاد الشكل طويل كيعطيو منظر زوين في الحطه في الطاوله. غادي نستخدم هاد الرقائق اللي قطعت الورقه ديال البسطيله ودرتهم في الفران حمرتهم باش غادي يعطيو جماليه اكثر في الطبسيل. ومن بعد غادي نوزع البسطيله بالشكل اللي غادي تلاحظوا في الفيديو. هذا هو الشكل النهائي تاعها اللي جا رائع جدا جدا. البسطيله صايبتها بالطريقه التقليديه اللي على حقها واصولها وكذلك الزينه درتها زينه تقليديه وبلديه جا الشكل ديالها رائع جدا جدا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم والفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. الى عجبكم خليو لي لايك وخليو لي تعليق وشاركوا في القناه اللي كنتو باقيين ما شاركتوش فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو ديالي. دابا نقول لكم السلام عليكم في امان الله وشكرا جزيلا لكم. Thank you.